برأيك ما هو أقرب لقاح سيكون جاهز غير اللقاح الروسي؟ طبعا في لقاحات في امريكا تقريبا حتكون جاهزه، اللي الموديرنا وفي غيرها من اللقاحات، في لقاح الاوكسفورد اللي هو استرازينيكا في بريطانيا، في لقاح سانوفي برضو، في لقاحات كثيره، شركات عملاقه هي شركات معروفه انها تنتج اللقاحات من عشرات السنين، هذه الشركات هي منتجه اللقاحات، لديها الخبره، لديها المعامل، لديها الامكانيات، فربما انها تكون هي افضل من ينتج اللقاحات بسبب الخبره وبسبب انها تكون حريصه جدا على انتاج لقاح امن.